كل حدا فينا عنده هدف، عنده طموح أو حلم بيتمنى أنه يحققه، وفي كتير من العوامل والمعايير يلي بتلعب دور بوصوله للهدف، يعني هي فينا نقول أنها بتمهد الطريق، لكن بيبقى الأهم وقبل كل شيء هو طريقة التفكير، التخطيط الاستراتيجي، الشيء اللي هو نابع من جوا كل إنسان، الإيمان بالذات. أكيد صبا، اليوم رح نحكي عن الطرق المثلى لإدارة الذات لتحقيق النجاح والوصول لأهدافنا مع الدكتور أحمد سفنجي الخبير بالتنمية الإدارية اللي صار معنا ضمن استوديو دامسكو. أهلا وسهلا فيك دكتور. يسعد لي أوقاتكم. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك دكتور. يعني اليوم لما نحن بدنا نقول نحن مثلا بالنسبة لموضوع الإيمان بالذات وعلاقته بالإدارة وعلاقته بالنجاح، كيف فينا نعرف هي الحالة بوجود كثير من الكليشيهات المتعلقة فيها؟ أنت بتقديمك جاوبتي على كثير أسئلة. يعني نحن الإدارة بالمجمل هي أن نستخدم كل شيء بنملكه لتحقيق أهدافنا باستثمار ناجح لكل الموارد المتاحة، هي بكل بساطة. هيدي الموارد المتاحة مثل ما قلتي ممكن تكون ذاتية، وهي لازم تكون ذاتية، لأن أي شيء خارجي ممكن يتغير ممكن يتبدل، بس حضرتك كل شيء بتأمني فيه جواتك هو رح يكون جاهز ليساعدك، ليكون حدك، ليدفشك، ليدعمك، ليحفزك. إذا الإيمان بالذات والإيمان بقدراتنا هو أهم بكتير من أي شيء بيجينا من الخارج. تماماً. اليوم فن إدارة الذات شو هو؟ اليوم شو هذا الفن؟ وقديش نقدر نستفاد منه ونطبقه بحياتنا؟ كل شيء عم نعمله هلا باللوكيشن هو حقيقة إدارة، فن إدارة. إذا نحن حتى ننجح بدي يكون عنا شغلات نعملها، أمور نقوم فيها لنقدر ننجح. إذا إدارة الذات، إدارة النجاح، إدارة الفشل، إدارة الحياة، إدارة المالية، إدارة أي شيء في الكون، إدارة المخاطر، كل هالإدارات هي كفيلة إذا نحن اشتغلنا عليها أن توصلنا للأمان وتوصلنا للنجاح. فن إدارة الذات إني أنا كيف بعرف شو بملك من قدرات، من مهارات، من أدوات، من تمكين لأقدر أقوم بواجبي على أكمل وجه لحقق أهدافي. طريقتي بإدارة هالنقاط هي الفن. تمام. في وصفة سحرية، في أسلوب مثالي خلينا نقول لإدارة الذات لشخص يمكن هلأ عم يبدأ بطريقه، هيك بنبدأ معه من الأول؟ حبتين، حب الصباح حب المساء. من صدقا، من الثقة بالنفس، من الشغف، من الإيمان الذاتي، من الإيمان برب العالمين، والإيمان أني أنا حياة قادر. بحياتنا ما نفكر أني ما بقدر، لأن أي رسالة تبعتيها لعقلك العقل راح ياخدها ويشوف شغلات بتشابهها ويشتغل عليها، فبتقعدي وراح يعطيك كل المبررات لأنك تقعدي. إذا الوصفة السحرية إيمانك بقدراتك، شغفك، إصرارك، والأهم منهم كلهم إنك ترقدي، ضلي عم ترقدي. اللي بده ينجح ما فيه يوقف، اللي بده ينجح بده يتخلى عن النوم، اللي بده ينجح بده يدفع ثمن النجاح. تماماً دكتور، اليوم انعكاس هذا الفن وهذا المبدأ أهميته بالنسبة لحياتنا لترتيب أولوياتنا يمكن ببعض الأوقات، خبرنا أكثر عن هذا الموضوع. يعني باخذه بشكل شخصي، إن أنا لما بيجي على اليوم على الحلقة من وقت فكرت فيها أو انطلب مني، أنا مباشرة حطيت عندي هدف واحد هو أني ننجح بالحلقة، مو أنجح، ننجح. إذا كلياتنا بدنا نتعامل مع بعض، أنت بدك تعطي أقصى ما عندك بطريقتك، من لغة جسدك، من معلوماتك، وأكيد أنت سهرت على الموضوع، فتحت الفيس حضراتكم اثنيناتكم دورتوا عن الموضوع شو يعني إدارة الذات، كيف منديره، صار عندكم معلومات كتير لتقدروا حقيقة تحكوا مع الضيف بطريقة ترضي الجمهور. صحيح. تقدروا نفيدهم بهالمعلومات اللي هي مثلا بأي وقت نحن بنكون عم نعطيهم إياها. صحيح. إذن هذا هو الموضوع، أني أنا أكون جاهز وفكر بالنجاح قبل ما بلش، ما فكر بالعرائيل، ما حط العصي بالدواليب وقول اليوم الطقس ما كويس، اليوم ليك الظروف، اليوم شوب كتير، اليوم والثاني أنا بالبيت، إذا بلغي الفكرة وأنا للثاني قاعد. صحيح. خطر ببالك ضب أغراضك ومشي، طلع من البيت، طلع شوب، حط برنيطة، طلع هيدا، خد معك مي، ارقد، تحرك بأي طريقة، بسيارة، مشي، رقد، بسكليت، بأي شيء، المهم ما توقف.
نعم صحيح. اليوم يعني دكتور وقت عم نحكي عن موضوع إدارة الذات أو بشكل عام كل الأمور اللي لها علاقة بالنجاح نحكى فيها كتير، فأعذرني يعني كتير من الأشخاص صاروا يشوفوها كليشيهات، صاروا يشوفوا الكلام سهل أي من كان، فصرتوا تلجأوا ليمكن طريقة أن نحن نحكي القصص الحقيقية، قصص النجاح يلي هي اعتمدت على هاي المبادئ وبالنتيجة وصلنا للمكان يلي بدنا إياه. شو القصص اللي بتخطر ببالك اليوم لما تقول إدارة الذات؟ يعني الأمثلة حياة هي كتيرة، كان بيئتنا ولا خارجيا ولا الأشخاص اللي نحن، أنا بظن الناس اللي تربينا عليهم على فيديوهاتهم على كتبهم هن قصص حقيقية واقعية. يعني أنا مثلا لما أقول براين ترايسي اللي هو من أعظم محاضرين وأعظم مؤلفين بالتنمية والتطوير، هو حدا بلش حياته يلم مسامير من الشارع. ليس براون هو حدا لا بيعرف لا أمه ولا بيه، بيقول إني أنا كنت آكل التراب بين البلاط المكسر، وكان توصيفه إني هو متخلف عقليا دراسيا، ولكن هو من أنجح المحاضرين في العصر الحديث. إبراهيم الفقي الله يرحمه هو بلش يجلس هون بفندق، بعدين صار مدير عام، بعدين صار من أكبر المحاضرين. أنا واحد من الأشخاص اللي فشلوا كتير بالحياة، فشلوا أكثر من 13 مرة، منهم 7 مرات فشل ذريع وصلت للحضيض. أخطاء كتير كانت مني، ما عرفت أتعامل، غلطت بحق ناس كتير، غلطت بحق نفسي، ومع هذا لما قررت أعترف بهالأمور هاي على المرايا وقررت أني أكتب شو الخطوة اللي بدي أعملها، ونجحت وعملت مركزي وصرت مستشار وصرت محاضر وصرت محفز وملهم للناس. مثلا في بطلة مصرية هي ما بتملك رجلين ولكن تملك إرادة وعبرت بحر المانش. في نيكولاس لا يملك لا إيدين ولا رجلين، هو حدا بيحطوه على الطاولة وبيحاضر بالأفكار الإيجابية بالناس، هن بيبكوا، هو لا عنده لا إيدين ولا رجلين وعم يحاضر. إذن في كتير قصص، في أشخاص كانوا هون يشتغلوا على بسطة قدروا يطوروا تاكسي، قدر يطور ويشتغل على حاله. إذن دائما لما بتبحث عن التمكين بيكون عندك هدف، يكون عندك رسالة ومرتبطين ببعضهم. إذا أنت صرت بتعرف الطريق اللي بيوصلك لألون، لشو أنت بحاجة؟ بحاجة لإدارة وقت؟ إذا هي تنمية لألك، منروح نعمل دورة إدارة وقت. بحاجة لنتعامل مع الناس ونكون إيجابيين، منروح نعمل دورة تواصل فعال. بحاجة لمعلومات كيف نشتغل مع بعض، نحضر دورات عن تشكيل الفرق، عن موارد بشرية، عن إعداد كذا. إذا أنا بمكن حالي دائماً حياتهم، هي قصص واقعية. بس تعملي هيك في شيء بدك تحققيه، بس تعرفي معلومات عن إدارة الذات رح تطلع الحلقة رائعة. إذا طلعتي وما بتعرفي معلومة رح تطلع الحلقة فيها شيء ناقص، صحيح؟ هيك إذن إذا عرفنا نتعامل مع بعض نحن قادرين نطلع حلقة لا تضاهن. الشكر لك دكتور، يعني بعد هذا الكلام وهي الطاقة الإيجابية اللي أخذناها اليوم، يعني بتخيل لازم اليوم كل شخص ينطلق من حاله، والأهم ثقافة المجتمع أو ثقافة إن إحنا مول أنا لنقدر نصنع شيء حلو ومميز بالحياة. وهي نقطة كتير ما بتشكرك عليها، أتمنى ننتقل دائما من الأنا الأنانية إلى النحن، ودائما نآمن ما هو ممكن لغيري ممكن لي. كل الشكر لك. والخارطة ليست هي الواقع. يعطيك الف عافية. شكرا لهالكلمات هيك بالختام. دكتور أحمد سفنجي الخبير بالتنمية الإدارية، شكرا لوجودك معنا.